الحلقة الخامسة من تفسير سورة الكهف. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سورة الكهف 4 أسئلة. السؤال الأول 30 آية: لماذا نضحي من أجل إصلاح ديننا؟ ودول خلصناهم في الحلقات 4 اللي فاتوا. الحلقة بقى 5 النهاردة هنقول ما عقوبات من لم يضحي بوقته وجهده لإصلاح دينه. كل واحد ربنا اداله نعم، المطلوب منه انه يبذل هذه النعم لإصلاح دينه. طب اللي مش هيعمل كده هيتعاقب في الدنيا ويتعاقب يوم القيامة ويتعاقب في النار. طب بيتعاقب في الدنيا ازاي؟ بزوال النعمة. طيب وبيتعاقب في الحساب ازاي؟ بخمس حاجات. ويتعاقب في الاخرة ازاي؟ بحاجة. طب نمسك اول حاجة، ايه الدليل على ان من لم يضحي لإصلاح دينه يتعاقب في الدنيا بزوال النعمة؟ قصة صاحب الكهف، صاحب الجنتين. قال تعالى واضرب لهم مثلا رجلين. القصة دي عبارة عن 4 أسئلة: لماذا، كيف، كيف، كيف. لماذا فتن ذلك الرجل؟ كيف فتن؟ كيف أقيمت عليه الحجة؟ كيف زالت منه النعمة؟ طب لماذا فتن هذا الرجل؟ فتن بنعمة الخير. قال الله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فالإنسان ربنا بيختبره بالخير والشر. طب إيه الدليل أنه فتن بنعمة الخير؟ قال تعالى واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب. جنتين حتتين أرض مليانين زروع من أعناب، وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. يعني النخل على الحافة وبين دول جميع أنواع الزروع. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، ما فيش شجرة ما جابتش الثمار بتاعتها. وفجرنا خلالهما نهرا. وعشان نكسبه أكتر فجرنا، مش معنى انفجار، لا، فجرنا يعني أجرينا الماء، فجرنا الماء يعني أجرينا الماء. فجاه نهر مر بيهم فأصبح لا ينفق على الري. طيب وكان له ثمر. الفلوس اللي كانت تطلع له الثمار دي بدأ يبقى ليه محلات في السوق، فبقى فلوس، بدأ يعمل استثمارات أخرى. وكان له ثمر يعني أموال أخرى. ده الدليل أنه فتن بالنعمة. طيب كيف فتن؟ بدلا من أن يبذل هذه النعمة في سبيل الله ويصلح دينه، إيه اللي حصل؟ صنع 4 ذنوب. بدل ما يشكر النعمة عمل 4 ذنوب. الذنب الأول أنه تفاخر على جاره. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. افتخر بفلوسه وافتخر بالقبيلة بتاعته. قال النبي وسلم إن الله أوحى إلي ألا يفخر أحد على أحد. الفخر إن أنا ألاقي واحد ما عندوش نعمة وأقعد أقول له ده أنا عندي النعمة ده وأنت ما عندكش. طيب تاني ذنب الاستغناء عن الله. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. بيقول لا، هذه الحدائق لا يمكن أن تباد، أنا مستغن عن الله ومستغن عن أي أحد، لا يستطيع أحد أن يضرني. طيب الجريمة الرابعة إنكار يوم القيامة. قال تعالى ودخل جنته وظالم لنفسه وقال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة. الجريمة الأخيرة بقى الغرور. ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. ولو في يوم قيامة وأنا رجعت لربي، ربنا هيخليني أفضل الناس وأغنى الناس كما أنعم علي في الدنيا. يبقى 4 ذنوب: الاستغناء أول حاجة، الفخر، الاستغناء عن الله، إنكار يوم القيامة، والغرور إن هو إذا ذهب إلى الله سوف يجد عنده أفضل الأجر. طيب نخش بقى في السؤال رقم 3. خدنا لماذا فتن بالنعمة، وخايفة كيف فتن بدل ما يشكر النعمة عمل 4 ذنوب. طب السؤال اللي بعد كده بقى، كيف أقيمت عليه الحجة؟
صاحبه أقام عليه الحجة إقامة كاملة. ليه؟ قال له ثلاث حاجات. أول حاجة حدد له المشكلة، تاني حاجة بعد ما حدد له المشكلة حدد له العلاج، ثالث حاجة أمره حذره من أنه هو لا يعمل بهذا العلاج، فإن لم يفعل بهذا العلاج سوف يعاقب. طيب حدد له المشكلة، إيه المشكلة؟ قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ أنت مشكلتك أنك كفرت لأن أنت نسيت أن ربنا هو خلقك من نطفة ثم علق ثم سواك رجلا. ولو أنت متأكد وفاكر أنك اتخلقت أول مرة كان زمانك اتيقنت أن في يوم إيه. كل من أنكر البعث فقد نسى الخلق الأول. قال تعالى: وضرب لنا مثلا انه جاب العظم والقاه في وجه النبي ونسي خلقه ونسى ان هو اتخلق من الاول. اول حاجه دي المشكله بتاعتك، وبعدين حدد له العلاج. فقال له ايه؟ لكن هو الله ربي ولا اشرك بربي احدا. لكن هو الله ربي لا اشرك بربي احدا. ان انت ما تشركش بيه احد. طب ازاي برضه؟ لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذه الجنة هي التي شاءها الله، ولا قوة لي ولا لغيري بهذه الجنة. لم تفعل تلك الخيرات إلا مشيئة الله وقوته. تنسب النعم كلها لله تعالى. ما تقولش أنا خلفت قول ربنا اداني ولد، ما تقولش أنا كسبت قول ربنا رزقني. هو ده طريقة المرضاة لله تعالى. وبين حذره إذا لم يأخذ بهذا العلاج. فقال له إيه؟ إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. يبقى ده عقوبة في الدنيا. ويرسل عليها حسبانا من السماء. ده عقوبة سماوية في الدنيا. إذن العقوبة تيجي من فوق. حسبانا أي مصيبة على قدر الأرض بتاعتك والنعمة بتاعتك. أو تكون مصيبة سفلية، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طبعا. يا إما المصيبة تجيلك من فوق، يا إما المصيبة تجيلك من تحت الأرض، وفي الحالتين كل النعم اللي انت فيها هتزول. الراجل ما اقتنعش وفكر نفسه ما حدش يقدر عليه واستمر. نبدأ بقى في السؤال الأخير: كيف عوقب وزالت منه النعمة؟ إزاي عوقب وزالت منه النعمة؟ قال تعالى: وأحيط بثمره. أي حاجة في القرآن فيها أحيطة يبقى على طول تم تدميرها. قال تعالى: إلا أن يحاط بكم. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها. وقف متحسر وهو شايف الأراضي بتاعته متدمرة وعمال يغبط إيديه ببعض. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها. العروش يعني الأسقف. هو كان عنده حجرات للخزين، حجرات للعمال، حجرات للمواشي، ليها أسقفها. فأصبحت الأسقف دي كلها خاوية يعني ساقطة على عروشها، يعني على الأسقف بتاعتها. الجدران ساقطة على الأسقف بتاعتها، يعني مفيش حاجة قايمة، كلها بقت خراب. يقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. طيب بدأ بقى يستعين بالقبيلة بتاعته الكبيرة جدا. فضل يستغيث بالقبيلة بتاعته وقريبه والناس اللي حواليه. فلم يكن له ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله. وقالوا له: خلص مشكلتك بنفسك. حاول يخلص مشكلته بنفسه وما كان منتصرا. لا هو لا أحد ينصره ولا هو عارف ينصر نفسه. يعني ايه؟ يعني هنالك الولاية لله. الله وحده هو الذي ينصر. الله وحده هو الذي ينصر. فإذا غضب الله فلا ناصر لك. هنالك الولاية لله هو خير ثوابا وخير عقبا. طيب في نهاية القصة بنقول العلاج. ايه العلاج؟ العلاج هناخدوه في الحلقة القادمة. قولوا قولي هذا واستغفر الله.